مش قادرة أقول لكم أنا النوستالجيا اللي حصلت لي والحنين إلى الماضي بالإعلانات الجميلة 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 اللي شفناها دي، ده في من زمان قبل ما تتولدوا. اللي أنا عايزة أقول لكم إيه، إن الإعلانات دايماً بتكون فقرة حلوة جداً بنستناها كتير جداً، ده زمان ولسه لحد دلوقتي كنا بنستناها بين المسلسلات، وكنا بنحفظ أغانيها وبنرتبط بيها سنين طويلة. يعني أنا مجرد ما شفت الإعلانات دي حصل لي حالة جميلة جدا، وافتكرت العظيمين اللي كانوا في عالم الكرتون الإعلاني، علي وحسام مهيب. مفيش شك إنها الإعلانات دي من أهم وأكتر عناصر الجذب والتأثير، ويعني وإزاي بتأثر على سلوك فئات كتيرة جدا من المجتمع. ده بيبقى من خلال عوامل التشويق اللي بيعتمد عليها الإعلان، واللي بتختلف عن أي عمل فني تاني. عشان كده هنلاقي إن إعلانات كل فترة زمنية بتعبر بشكل كبير جدا عن ثقافة المجتمع ده وعاداته دي في الوقت ده. ده اللي بيخلي الإعلانات جزء مهم جدا من ذكرياتنا والمرحلة اللي عشنا فيها، وبنحب قوي 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 إن احنا نرجع تاني نسمعها. كل جيل مننا ليه إعلاناته، وليجي جيل بعدينا وجيل ثالث ورابع لحد ما وصلنا للجيل الحالي. طبعا الإعلانات اتطورت بشكل كبير جدا من أول ما ظهرت مع ظهور الصحف المصرية، واللي كانت بدايتها جريدة الوقائع المصرية، دي على فكرة موجودة لحد دلوقتي. الوقائع دي بتنشر فيها الحاجات الجد جدا بتاعة الدولة. الوقائع دي يعني تم تأسيسها في وقت العظيم اللي طور مصر محمد علي، وبدأت تظهر على صفحتها بداية مرحلة الإعلان المكتوب. الإعلان ده اتطور بشكل كبير جدا جدا لحد ما بقى عمل فني متكامل زي اللي بنشوفه النهاردة. أحيانا النهاردة بنتفرج على إعلانات أكتر ما نتفرج على الحاجة اللي جاية بعديها. فإحنا النهاردة عايزين نرجع بالزمن، نرجع بالزمن لورا، ونستعرض قصص ظريفة جدا من تاريخ مصر من خلال إعلانات كانت موجودة في العشرينيات، سنة 1920 28 27، وهي موثقة بأرشيف الصحافة المصرية والكتب النادرة. كل ده هنعمله مع مين؟ مع الكاتب الدكتور محمد فتحي عبد العالي، كاتب وروائي مصري من خلال مجموعة من أعماله. وقبل ما أتكلم معاه عايزة أقول له أنا بفتكر دلوقتي أول إعلان في الإذاعة المصرية، إعلان مش عن برنامج ولا إعلان تجاري مدفوع الثمن. أول إعلان كان في إذاعة الشرق الأوسط، وده كان سنة 1964-65، والإعلان ده كان عن ساعة طبعا مش موجودة دلوقتي، فأنا أقدر أقول اسمها، كان اسمها تيتوس. وقدمت هذا الإعلام الإعلامي الإعلان الإعلامية الكبيرة، الاسم كبير في عالم الإذاعة، الزميلة حكمة الشربيني، وكانت تقول تيتوس مش عارفة إيه تيتوس. فأنا بفتكر ده أول إعلان نزل في الإذاعات كلها، كان إعلان تيتوس في إذاعة الشرق الأوسط بصوت الإعلامية حكمة الشربيني. يا دكتور محمد انت عارف المعلومه دي ولا انا قلت لك معلومه يا فندم؟ جديده انا بستفيد في ارشيفك وقول بعد ما سناء منصور قالت. طبعا يا فندم حضرتك متشكرة يا دكتور، اهلا بيك يا دكتور. ايه الكنوز اللي حضرتك لقيتها؟ احنا امبارح احنا بنحضر للفقره حتى بص على الاعلانات، اولا الاعلانات اللي كانت بتنزل في الجرايد قبل اعلانات بقى التلفزيون والاذاعه كمان، والابتكار وطريقه العرض، ودي كنوز موجوده. حضرتك اولا ايه اللي حدفك من صيدله على الاعلانات وتجمع الحاجات القديمه قوي دي، لقيتها فين؟ هو الحب والهوايه. فانا طبعا صحيح المجال علمي بس الاتجاه ادبي من البدايه، انا بحب جدا التاريخ وبحب الادب وبحب امزجهم جدا بالعلم. البدايه كانت شغف لمساله اقتناء الصحف التاريخيه، الكتب التاريخيه القديمه والنادره. يعني انا تقريبا عضو دائم في اماكن كتيره جدا بالنسبه سوق الازبكيه سوق الازبكيه طبعا. ودلوقتي بقى بعد الفيسبوك بقينا بنشتري اونلاين، لان طبعا موجود خارج مصر في اوقات كتيره، فبضطر ان انا اشتري اونلاين. بالاضافه لان طبعا في مجهودات مشكوره من الدوله بالنسبه لمكتبه اسكندريه مثلا، والارشيفات اللي اتاحتها بالنسبه للتوثيق بتاعها جريده المصري وحاجات كتيره.
ارشيف جريده الاهرام برضه كان مهم قوي، ودار الهلال. دار الهلال موجود طبعا، ارشيف كامل من 1915. برضه الجامعه الامريكيه موفره ارشيف جميل قوي بالنسبه لجريده مجله المصور ومجله اخر ساعه الطويله. فالحقيقه ان انا استفدت من كل دوت في ان انا ابتدي ان انا اعمل صور جديده، او نقول مثلا ايه، حواديت جديده من التاريخ المصري، ان احنا بنحاول ان احنا نشوف الفترات القديمه ديت من خلال ارشيف الصحافه المصريه. وبالذات في فتره العشرينات والثلاثينات والاربعينات. الفتره ديت فتره سريه جدا، غنيه جدا، موجود فيها طرائف كتيره وحاجات، بس للاسف يعني مفيش ما اعرفش عنها حاجه الاضواء عليها، مع انها بتؤكد الانتماء لهذا البلد. بتشوف عالم تاني عمرنا ما عشنا فيه، جميل وعالم ساحر يعني بجد. طب ايه ابرز الحاجات اللي بتقول حضرتك انه ثري جدا؟ زي ايه مثلا؟ شفت ايه ثري جدا؟ في اعاده القراءه بالنسبه لبعض ببعض الامور الخاصه مثلا بالتاريخ، يعني مثلا ايه، مثلا نقول مثلا نشاه بعض السياسيين مثلا. واحد مثلا زي ابراهيم الهلباوي مثلا، احنا نعرف عنه ايه في التاريخ المصري؟ نعرف ان هو عنده اسم شارع باسمه في المنير. ونعرف عنه ونعرف عنه موضوع دمشواي طب البدايات كانت ازاي؟ فالصحافه المصريه بقى لما نبتدي نقعد نقرا كده ونشوف، نلاقي رجل فلاح قروي بيبتدي حياته من القريه، حاجه واحده بس بتلعب دور في انه يظهر الحياه السياسيه، انه انتقد رياض باشا. رياض باشا ده اللي هو الايه، اللي هو اسقاط وزاره رياض في الثوره العربيه والكلام اللي احنا بندرسه دوت. فطبعا رياض باشا قبل الثوره العربيه حاجه صعبه، ده كان لما يجي يسلم على الوزراء بتوعه كان بيسلم التغطيه في ايده. فطبعا حد ينتقده. الوزراء انا ما اعرفوش الحقيقه، رياض باشا. مصطفى رياض باشا طبعا معروف، اللي هو ده كان رئيس وزراء، يعني رئيس وزراء اللي هو قامت ضده كان صوت عربي، اللي كان احد الاسباب بتاع اسقاط وزاره راح ندرسها في الايه؟ في السنة. فطبعا مجرد ان فلاح قروي يجرؤ انه يهاجم رئيس الوزراء في فتره زي دي، طبعا ده حدث. طب تعالى لي بقى تعالى لي عايزك. طبعا قروي بيتكلم بطريقه يعني قرويه لسه ما اول مره ينزل القاهره. فبقول له رياض باشا، بقول له انت بتعترض على سياساتي او بتكلمني انا؟ بيقول العربي ولا لمين؟ بيقول لمين؟ للفلاح البسيط ده، الفلاح البسيط ابراهيم الهلباوي. لابراهيم الهلباوي بنتكلم، بدايه ابراهيم الهلباوي كفلاح قروي قدم من مسقط راسه عشان يتم التحقيق معاه. واحضر مكبلا بالخشب، ما كانش فيه حديد. قال له انا والله انا ما يعني اعتقدت ومش عارف ايه. قال له طب انا بقى يعني معناه كده انا هخرب بيتك؟ قال له انا ما عنديش بيت اصلا عشان تخربه لي. باللغه الفطريه الايه الخاصه بالفلاح اللي هو ابراهيم الهلباوي. بعد كده طبعا يعجب بيه رياض باشا. خلاص الراجل ده ممكن شوف العظمه بتاعت زمان. رغم انه قال له الكلام ده بالظبط. راح قال خلاص، قال للسكرتير بتاعه خد اهو 5 جنيه ظبطه، عايزه يجي ببدله افرنجيه ويجي طربوش وظبط نفسه يجي الرجال. فراح قاعد جنبه جنب رياض باشا. طبعا في مسائل بروتوكوليه، ما ينفعش انك ايه تيجي جنب رئيس وزراء ورئيس وزراء تركي الاصل يعني. فلازم تيجي تقعد جنبه في اصول بروتوكوليه. فقول لحضرتك ايه؟ فدخل جنبه قال له ما انا فاستعجب رياض باشا وغضب. فقال له ما انا نظيف وانت نظيف، ما نقعد جنب بعض. فالحقيقه في ملامح كتير جدا في التاريخ المصري بتبقى ظريفه وبتستحق الاضاءه بالنسبه لبعض السياسيين، ان احنا حتى لما نيجي نقرا عنهم هنبتدي ان احنا نعرف عنهم معلومات ممكن تغير نظرتنا لهم بشكل صحيح. صح يعني مثلا واحد زي انا بشوف في التاريخ مثلا زي اسماعيل باشا صدقي. اسماعيل باشا صدقي ده ظلم، يعني انا بشوفه ان هو ظلم في الشكل بس اللي هو بنعتبره فيه بس نظره سلبيه له، ان هو كان مع الانجليزي ومش عارف ايه بالظبط. لا ده شخصيه اقتصاديه عظيمه وقدمت لمصر خدمات جليله. فالحقيقه ان عنده عماره في الزمالك اسمها عماره صدقي. طب بمناسبه ان حضرتك اتكلمت على الخمسه جنيه والبدله، يعني ده واحد من الاعلانات القديمه المنشوره عن سعر البدله، وصف للتفاصيل الخياطه ومعموله من ايه، وطبعا واحد من المحلات اللي كانت شهيره جدا جدا في الوقت ده. شكرا. برضو كلمنا عن الفكره دي، الاعلانات دي كانت مؤثره قد ايه؟ الاعلانات ديت الاول بس هنتكلم عن شيكوريل. اوكي شيكوريل. بص كان في ناس يقول شيكوريل وكتب مكتوب عليه شيكوريل، وناس كانت بتقول عاملين بقى المجتمع المخملي سيكوريل. صح. بس هو كان بيتكتب بالشين على الاكياس. صح. شيكوريل لما نبتدي عنه احنا بنتكلم عن طبعا مليونير جه من ازمير بتركيا، وجه طبعا سنه ابتدى استثماراته في مصر سنه 1887، وكان بيستقطب
الفئه الاستقطيه والفئه اللي هي فئات الامراء الاسره العلويه في مصر، الاسره الحاكمه في الفتره ديت. فطبعا احنا بنتكلم على واحد بيستقطب الاغنياء فقط. بعد كده بقى بتبتدي بقى التجارات التاسعه، بنبص بقى للفئات المتوسطه اللي بدات تظهر مع الثلاثينيات، وطبعا مع التحضر ومع جزء كبير جدا من حركات التوظيف والموظفين. فابتدت سنه 1936 تبتدي بقى الايه؟ شيكوريل يتجه للفئات المتوسطة والايه يستقطب. فمن خلال الاسعار دي بيبتدي يستقطب. والحقيقه دوت انا بستغله برضه عشان نتكلم برضه عن اسره شيكوريل. الحقيقه اسره شيكوريل احنا لما بنتكلم عن عبقريه المكان المصري، فعلا مصر كانت طول تاريخها القديم كانت والحديث برضه قادره على اذابه كل الفوارق الدينيه ما بين الطوائف الموجوده فيها. يعني مثلا اسره زي شيكوريل رغم انها مفروض يعني احنا طبعا اسره يهوديه، طبعا اسره يهوديه، والاب كان اصلا يهودي ايطالي اللي هو الجد اللي جه من الازمير في البدايه. نلاقي مثلا حوار انا لقيته برضه في ارشيف اخر ساعه مع ليليان شيكوريل او ليلى شيكوريل. قد ايه الست بتاعت طبعا دي في الفتره ديت كانت ايه، احنا بنتكلم سنه 1954، كانت زوجة بير مانديس فرانس، ده كان رئيس وزراء فرنسا. يا مانديس فرانس مش معقول كان رئيس وزراء فرنسا؟ كان رئيس وزراء فرنسا لمده 8 أشهر. في الفتره دي قد ايه اعتزازها بمصر، قد ايه اعتزازها بنشاتها ونشات اسرتها وانهم كانوا شركاء في الحركه التجاريه، رغم ان اصولها اجنبيه لكن هي اتولدت في مصر، مولوده في مصر، هي معتبره نفسها مصريه بالظبط، ده انها تعتز باصولها. فقد ايه يعني مصر عظيمه، ومصر عظيمه كل ايه الايه الزنبوك. الزنبوك ده مرهم السحري، ده دمرهم بتاع كل حاجه. الزنبوك الزنبوك ده تقريبا زي ما حضرتك تفضلت كده هو الدواء العشبي الجامع. اي حاله عايزين نتكلم عليها الزنبوك هو الحل. لو حاجات يعني حاجات مالهاش علاقه ببعض، البواسير، الامراض الجلديه، وهو كان بيحتاج على يعني هو كان ايامها بتبقى توليفات عشبيه من كذا حاجه، يعني مثلا كان بيحتاج على الكافور اللي هو الاوكاليبتس، فعشان كده كان بيستخدم في تخفيف الالام. ده الشاعر العظيم احمد شوقي. احمد شوقي ده ايه بقى الاعلان ده عن احمد شوقي ولا ايه؟ الاعلان ده يا ريت. امير الشوقي احمد شوقي هو بس هو بيروج لحاجه ثانيه بقى، السجاير. للسجاير للسجاير. ايوه ما هو ليه كده يا سياده الامير، يعني فخامه الامير. الاعلان ده يا فندم يعني لما ظهر ومنشور في الكواكب في سبتمبر سنه 1932 32. ده بدايه ظهوره. امير الشعراء احمد شوقي مات في 14 اكتوبر 1932، يعني احنا بنتكلم عن شهر قبل وفاته. الاعلان ده لما ظهر ناس كتير جدا استغربت، يعني امير الشعراء احمد شوقي بيتكلم على السجاير. بس احنا لو قرينا بقى نص الاعلان هنلاقي ان هو بيتكلم عن انتصار للصناعه الوطنيه. تنصير الصناعات زي صناعه السجاير. كان في بقى مش عارف في مصر اسماء كتير قوي. فهو بيشجع من سجاير امون اللي بيعملها واحد افندي كان اسمه محمود فهمي ومجموعه من خريجي التجاره العليا. وعلى فكره يعني احنا لو بصينا برضه في الارشيف مش هنلاقي بس امير الشعراء، ده في كمان كوكبه بالظبط. انا استغربت جدا من الادباء، يعني لما رجعت وزير يوسف لقيت وزير يوسف برضه في نفس التاريخ سبتمبر 1932 بيروج فيها الدكاتره الكبير. دكتور زكي مبارك طبعا احنا عارفين ثلاثة درجات دكتوراه وما شاء الله. كان اسمه كان اسمه ايه الدكتور، هم موصفينه ايه في الاعلام؟ دكاتره زكي مبارك. الفيلسوف والبحاثه. ماشي. الاستاذ الادب في الجامعه الامريكيه، وطبعا كان في جامعه القاهره كمان. برضه بيتكلم عن نوع من السجاير الوطنيه اللي هي سجاير الف ليله وليله اللي كانت بتنتجها شركه اسمها شركه كريازي في مصر. وبرضه بيقول يعني ربنا يسامح اللي علمني التدخين. هو بيقول النص بيقول ظريف قوي لحضرتك، يعني زي اللي بيكتب دلوقتي التدخين يعني مدرب الساحه بس بشكل ظريف قوي لحضرتك. التدخين ضلال ولكن حينما يكون بايدي المصريه يبقى حاجه حلوه. وفعلا كله مكتوب عليه لف بايدي مصريه بالزبط. يعني منتهى الفخر يعني. هو مبسوط جدا ومبسوط ان الدخان بتاعها كان بيفكره بالف ليله وليله. فعلا الدفراوية في منوف في المنوفيه عندهم برضو شركه دخان. كمان بنلاقي برضو نفس التاريخ في سبتمبر 1932 بنلاقي برضو السياسي البارز احد اقطاب حزب الوفد اللي هو مكرم باشا بيت. وبنلاقي برضه بيتكلم عن برضه نفس النوع ده اللي بيتكلم عليه امير الشعراء احمد شوقي اللي هو سجاير امون. وبيقول انه بيعاهد نفسه، مش هتصور حضرتك اللغه البليغه بقى، المكرم عبيد، انه بيعاهد نفسه انه هو مش هيستخدم غير سجاير مصر. يا سلام.
كله. وفي حاجه على الاجاره والحماره مش عارفه ايه كان يعني ايه من زمان، كان فكره انك تشد بالكلام الغريب ده. طبعا دي مجله دي مجله هزليه كانت فكاهيه لها اطار زي معين زي المعكوكه يعني بتاعت زمان. بس هي اقدم بكتير. هي صدغت 1900 وكان بيصدرها شخص من الاعيان المرسلين كان اسمه محمد افندي توفيق. محمد افندي توفيق انتهك فيها شيء من الهزل السخريه، وكان دايما بيستعمل حمار. فهو ليه سموها المجله، اسمها مجله حماره منيتي. حمارة منيتي ده اسم غريب جدا يعني بصراحه. يعني هو مقصود هو كان بيواعد سيده كان بيحبها وكان بينهم علاقه غراميه، فكانت بتجيله دايما على الحمار. هو كان الحمار وجايه في المشوار بتاعه، في المشوار. هو يتغزل في الاثنين، يتغزل في الحمار ويتغزل في الايه؟ في محبوبته. فاطلق على اول مجله اصدرها حمارة منيتي. نهار ابيض، ده خيال غريب جدا. لا 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 لا، بس استني بقى، احنا عايزين نسمع الحواديت الجميله اللي بتعمل لنا حاله نوستالجيا لمصر. انا هقول لحضرتك الصيغه اللي هو بيعمل بيها. بس عندنا فاصل يا دكتور محمد، تسمح لنا؟ اتفضل. ولا لا؟ ده طبق يا نهار. طب فاصل بقى فاصل ونعود. يعني احنا سعداء جدا ان معانا الدكتور محمد فتحي عبد العال الكاتب والروائي المصري، ان هو عايشنا ايام جميله مع اعلانات يعني كنا بنعشق ونحفظها ونغنيها والى بس احنا عايزين نكمل مع حضرتك. يعني لو سمحت، احنا حظنا وحش بشكل في البرنامج ده، انه ساعه ما العمليه بتسخن قوي والناس بتبقى كلها عايز تتفرج يقول لك ما قدامكش الا 5 دقائق 4 دقائق. احنا قدامنا 4 دقائق. يلا بقى نشوف، عايزين نستعرض شوية إعلانات وحضرتك تعلق لنا عليها كده بسرعة برضو على المجتمع كان إيه. يعني مثلا دي مفروض إنه ده شخص أجنبي تاجر وجايب بضاعة من برة، لكن بيقول إنه هو هيرجع بيها لأن المنتج المصري أجود وأقل سعر. الله الله الله، دي بنتكلم على الفابريكا المصرية. الفابريكا المصرية دي كانت بتقوم بتقديم بعض الأحذية الصناعة المصرية. والإعلان ده طريف جدا، ده نشرته اللطاء في المصورة سنة 1923. بيتكلم بياخد بشكل ظريف قوي عن الخواجة دوت اللي هو جاي من بلده وجاب معاه بضاعة، فبيفاجئ بأن مصر بتقدم منتج أحسن أفضل وبسعر أحسن. فبيبتدي ده أنا خسرت، ده أنا السعر بتاعي يعني ما أقل من الجمهور، يعني ما وفرش حتى من الجمهور اللي أنا دفعته. يلا نشوف بقى شوية إعلانات لو سمحتوا بقى بشكل سريع كده، عشان مش عايزين نخلص الفقرة وإحنا مش شايفين الإعلانات بتاعت زمان الجميلة. ده إيه ده بقى يا أستاذ يا دكتور محمد؟ ده بنتكلم على راديو. راديو. يعني الراديو طبعا راديو جنرال الكتريك، راديو كبير اللي ظهر مع الثلاثينات وابتدى يعني يمكن طب بعد كده احنا نحول على طول. طب ثواني، احنا بنتكلم على الراديو. اوكي اتفضل. وده راديو برضه بس لا ده الاوميجا. ده ايه؟ ساعة؟ اوميجا. لا لا لا، ده زيت السمك. ده اوميجا 3 مثلا و6. معلش بقى استاذ، هنا كلهم مواليد التسعينات فما عندهمش فكره. لا يا فندم، خلينا في الراديو يا استاذ. نرجع للراديو. الراديو كان كان اللافت ليا اثناء برضه البحث في التاريخ، ان انا الاقي مثلا امير زي الامير عمر طوسون. الامير عمر طوسون من الاسره العلويه طبعا، كان مهتم جدا بالرحله، بادب الرحله والاستكشافات، ولو يعني اثار المدينه الغارقه ونص راس الاسكندر الاكبر، كل ديت حاجات اسهامات منه ضافه للمتاحف. فكان يعني بصراحه عقليه بارعه. فلقيت في رحله من الرحلات ان هو في الثلاثينات مع راديو. طب ما في راديو يقدر انه ياخده في الرحلات متحرك. فابتديت ابحث في الاعلانات، لقيت فعلا راديوات وراديوات ذات امكانيات، راديو اللاسلكي وامكانيات انه يقدر ياخده في الرحلات الصحراويه والنوادي من الرحلات. شفت في بدايه الراديو قال ايه بقى؟ يقول سنه 34 بيعملوا اعلان يعني اشتروا راديو، حاجه كده جهاز نشتريه، جهاز ضخم، جهاز ساحر. ايه ده بقى؟ انا مش شايف ده كولونيا. ده مية كولونيا. اعلان عن الكولونيا. طب يلا ورينا كده 4/7/11. دي كانت حاجه معروفه قوي. هو كان كل نوع من انواع كلك بحط له كده كود عشان يشد المستهلك. زي الثلاث خمسات زمان، خمس خمسات. كان في 7-11 برضه. ده ايه بقى؟ الفوكس ديت اللي هي اللزقه. لازقه الكوكس، اللي هي زي اللي احنا لازقه اللي احنا بنسميها التايجر والنمر والحاجات دي. بس دي طبعا ايه؟ من اللزقات القديمه اللي كانت شائعه، النسا والروماتيزم كل انواع الالام. دي من الانواع اللي كانت شائعه. رجعنا للزنبوك تاني. الزنبوك ده زنبوك الساحر ده بتاع كله ده. ده بقى احنا دخلنا في الجزء الامراض الجلديه. اوكي.
الاعلان ده، الاعلان ده في منتهى الاهميه. الاعلان دوت مصطفى صادق غفي طبعا قلم كبير طبعا معروف طبعا، يعني يكفي النشيد الجميل اسلامي يا مصر، اسلامي يا مصر النشيد الوطني القديم اللي ظل في فتره من سنه 1923 لغايه 1936. الاعلان ده نشاط الدنيا المصوره و12 برضه في المصور سنه 1929. بيحمل العباره، العباره ديت كانت جميله قوي، اللي هي التقريز اللي عمله سعد زغلول باشا لكتاب الغفي. شوف حضرتك استغلال الموضوع، يعني احنا بنتكلم 1929، يعني مش بعيد قوي عن وفاه سعد زغلول باشا سنه 27 توفى تمام. فاحنا بنتكلم ازاي الاعلان كان بيستثمر على الناحيتين، بيستثمر الكاتب نفسه اللي هو كتب بايده تقريز لهذا الدواء اللي هو الفوسفورين كمقوى الاعصاب، وفي نفس الوقت استغلال برضه حتى لاحد الكتب والتقريز اللي عمله سعد لكتابه اللي هو كان عن اعجاز القران والبلاغه النبويه. ينعي ولد ويصلح ساعات، اللي هي حاجتين في نفس الوقت، يعلن عن يعلن عن سرعته وفي نفس الوقت ايوه اول اعلان في التاريخ كان كده. يعني اول اعلان احنا يعني بيعتبوه في التاريخ يقول لحضرتك من ايام قدماء المصريين كان كده، كان شخص تاجر رقيق بيبحث عن عبد له، عبد له هرب منه وفي نفس الوقت بيقول ان هو بيصنع نسيج من الكتان، يعني بيعلن عن سلعته وفي نفس الوقت بيعلن عن بيدور على العبد بتاعه صحيح. لا يعني فقط، واحنا يعني والله العظيم احنا تعساء ان احنا مش مكملين، وكنا عايزين نشوف يعني ارتباط تاريخ مصر كده من خلال نستعرض حتى شويه حاجات لغه الاعلان نفسها. يعني مثلا حاجه زي حماره منيتي اللي عجبني أيوة. بيقول ايه في الاعلان اللي انا اخترته اللي هو بتاع اجزخمه الصحه اللي هو نشر سنه 1900 بيقول ايه؟ بيقول وليس عليكم سوى الحضور ماشي او التشريف بدستور دغري على اجزخمه الصحه دغري دغري على اجزخمه الصحه تو لا برد ولا كحه الادويه عالي العال والايه والحبوب شغل بسكال. يعني ايه بالظبط؟ دقيقه يعني دقيقه الاسمان زهيده والوان الشفاء عديده. الله السجع حلو قوي. لغه الحوار نفسها، لغه الاعلان نفسها كان لها سحر. لا الحقيقه قضينا وقت جميل في حنين الى الماضي فعلا، ونفسنا كنا نشوف اكتر، بس للاسف يا دكتور احنا تشرفنا النهارده بالدكتور محمد فتحي عبد العال الكاتب والروائي المصري الشهير، وربنا يقدرك انك تعمل لنا كنوز من ده، وان احنا نقدر على قد ما نقدر نزيع هذه الاشياء. يا فندم شرفنا جدا، شكرا لك.